انطلقت فعاليات المرحلة الثانية من دورة التمكين الإداري التي يقيمها قسماء التطوير والتنمية المستدامة والتربية والتعليم العالي الخاصة برؤساء أقسام العتبة العباسية المقدسة ومن هم بصفتهم، بغية إكسابهم خبرات إضافية تصب في إنجاح مهامهم التي وكلت إليهم، إضافة إلى نقلها بشكل مباشر إلى جميع المنتسبين العاملين معهم. انطلقت بحمد الله المرحلة الثانية من التدريب الخاص برؤساء الأقسام في العتبة العباسية المقدسة، والذي يقدم من قسم التطوير والتنمية المستدامة في العتبة مع قسم التربية والتعليم العالي أيضا في العتبة العباسية المقدسة. المرحلة الثانية شملت عدة مواضيع، راح ننتقل وياهم بدورة إدارة الولاء الوظيفي وبنفس الوقت السمعة المؤسسية. الأمر الآخر اللي راح يأخذوا ويتناولوا خلال هاي الفترة هي إدارة الاجتماعات والتعامل مع الموظفين والمنتسبين. حقيقة موضوع الدورة موضوع ممتاز جدا، وأنا أتمنى يستمر وعلى مدار السنة ولمختلف المستويات لرؤساء الأقسام وصولا إلى حتى المنتسبين، لأنه موضوع تطوير دائم، موضوع التعرف على ما وصل إليه العالم، ناس ترتقي وتغير أحوالها إلى الأحسن بالعلم، فمن تكون المعلومات واصلة للناس المناسبين وتطبيقها على أرض الواقع هذا ينعكس طبعا على الأداء وعلى الولاء وعلى كل شيء. حقيقة شاركنا في هذه الدورة التمكين الإداري المقامة من قبل العتبة العباسية المقدسة، وكان هناك استفادة كبيرة في الدروس الماضية اللي هي كانت تخص التحسين الوظيفي وغيرها من الدروس، وحقيقة كان هناك بعض التطبيقات العملية لهذه الدروس. الدورة التي أقيمت على قاعة الإمام علي الهادي عليه السلام من شأنها تطوير مهارات الملاكات المتقدمة في العتبة المقدسة، وستسهم بشكل كبير في طرح أساليب حديثة معظمها تتعلق بالتطوير والتخطيط الإداري، وقد أعدت من قبل خبراء في مجال التدريب على برنامج التمكين الإداري.